عسلامة، مرحبا بيكم، ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة. اليوم فيديو كيما وعدتكم بيه، خب بيزا اللي تفرجوا في فيديو دار زغوين. هاني خب بيزا صغيرة صغيرة متفاعلة خفيفة هاني ما شاء الله عليه. نكلي هني باش نحل قوسين على الحاجة نجمة. شرينا من عندها برشا حاجات بنينة، شرينا من عندها مقروض، زيتون، خبيزة. شوفوا محلاها والله العظيم، كان مرأة محلاها 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 فوقها وقتها حزمة بركة خبيزة. كي شافتنا شرينا من عندها قالت لي يا بنيتي خلنا مش نجيب لكم، مازال عندي خبيزة في الدار، محبيتش نتعبها. قلت لها ميسي شي حاجة يكفي، معناها واحدة بركة حزمة بركة. وعملنا دورة ورجعنا نلقاها مشيت روحت لدارها وجابت الخبيزة وزدنا شرينا من عندها. دونك الكل في الكل عنا حزمتين خبيزة، وأمي حابة تزيد شوية سلق، هذه حاجة اختيارية هي، جوست يعجبها مطعم شوية سلق مع برشا خبيزة تجيها بنينة. نظفتهم أمي بالقدي الساقين الخبيزة، إذا هي شارفة معناها ورقة الخبيزة كبيرة نحيهم لوحهم، خاطر ماما باش تقصهم جويدين باش يقعدوا معناها مقلقين. وإذا هي صغيرة الخبيزة ورقتها صغيرة وساقيها صغار ما يقلقوش في الماكلة، راه نجمو نظفوهم المهم بالقدي بالقدي. ثلاثة نكتة جافيل في صحة الماء ينظفوا ما يقعد فيهم حتى شيء. به لهنا هذا الصوم اللي حضرته ورحيته بالرحاية ذي اللي خديتها من مغازة عزيزة ب7000 وحاجة. الله هيلة في الثوم ترحيه بالقدي بالقدي. يجي كيكا زوز ريوس كبار ثوم، الخبيزة تحب الثوم يبننها الثوم. البصل هنا عندي زوز بصلتين كهو استعملتهم، كان جا عندي اكثر اني استعملت حتى 5. الخبيزة راهي هي سهلة ما فيها حتى شيء في ترتيبها، الصعوبية الكل اللي تفددني شوية هي الخسلين الخضرة، معناها باش تغسلها وتوسع بالك معاها وتنظفها وتشللها وتعاود تشللها باش تتأكد ما فما حتى تراب ما فما حتى وسخ قاعد، هذيك هي صعوبية فيها، سينو البيت الكل سهل. نحطها على الفابور طيب ونصبره شوية ونزللو كلمة هذيك، نهزو شوية الكسكيس لين يهبط الماء وحده. اللي ما يحبش يعمل هكا معناه كل شويه يقعد يسقطر الماء، نجم نحطو هكا مغارف تحت الحشيش باش الماء يهبط بطبيعته والخبيزه ما تقعدش مبلوله بالماء. بالحق ما فيها حتى شيء، سهل على الاخر وبالحق بنينه، فيها بنه غير عاديه. مش لازم ديما ناكلو لحم دجاج، شويه هكا حاجات بالخضره تقوي، خاصة الصغيرات اللي طايح لهم الحديد ولا حتى الكبار فيها بكلها منفعة الخبيزة. به خديت بصل، خديت ثوم، زيت زيتونة، عندي طماطم مقطعة حاضرة، هذه شاركتها معاكم زيدة في فيديو وقت اللي حضرناها. طماطم المستحسن معناها نعملوها في الصيف، نقطعوها نحضروها ما في حد شيء، راهي سهله سهله على الاخر. بخلاف انها الطريقه هذه اقتصاديه، معني خاطر وقت تشري الطماطم رخيصه مش كيما في الشتاء طماطم تبدا غاليه، بخلاف انها اقتصاديه راهي حاجه تلقاها سهله ماهله وتربحك الوقت وقت التطيب. جست تحل الحكه نتاعك وتصبها ما فما حتى شيء، معناها ولا تعدم ولا تحتاج مصبرات لا حتى شيء، ما فيها شيء، طريقة سهلة على خاطر نجم تشوفوا الفيديو ومحليها هكا تلقاها مقطعة نظيفة حاضرة. صبيت دبوسة كاملة لهنا، راني مانيش نقلي في الزيت، راهو جوست كيكة حطيت كل شيء مع بعضه، حطيت الطماطم وباش نغطيها تيب في عقلها. دونك الخبيزة موجودة على البابور تيب زادة في راحتها، نصبر شوية ونسقطرها بالماء، والصوص نتاعها اطيب من الشيره الاخرى. واللي ما يحبش يستعمل طماطم كعب مقطع ينجم يحط مغرفتين طماطم معجونه وكهو، مش لازم معناها طماطم مكعب. اني يعني لهنا حبيت نستعمل طماطم كعب مقطع وما حطيتش حتى طرف طماطم معجونه وجات بنينه على الاخر. كل واحد كيفاش يحب، زوز طرق يجيو بنين في الاخر.
خليتها حكيت دقيقة 4 دراج نص ساعة كيف عقلها، لأن الطماطم قرت الماء نتاعها بطبيعتها، ما حطيت لها حتى نكتة ماء لحد الآن كما تشوفوا فيها، ما زدتها حتى شيء. توا جست باش نزيد الفحات، حطيت شوية ملح، ما نكثروش برشا في الملح خاطر الخبيزة هي كيما كيما السبناخ كيما الملوخية، معناها الحشيشة هذيك أصلها معناها ملحة شوية في حد ذاتها، ما تستحقش برشا ملح. دونك نردو بالنا نحطو بشوية بشوية ونذوقو. حطيت تابل وحطيت كروية، عمدتها تابل وكروية، ذيك اللفاح اللي باش يزيدها بنة على بنة. وبالطبيعة فلفل أكحل وفلفل أحمر، ما نجمش نستغنى عليهم في حتى ماكلة. هنا كل واحد كيفاش مستانس يحط فلفل أحمر، يحبه حر يحبه مش حرة، انت وكل عيلة كيفاش تحب. وزدتها مغرفة هريسة عربي لهنا، زدتها هني زدت حطيت مغرفة طماطم معجونة بالحق، والله نسيت حطيت مغرفة طماطم معجونة ومعبية. وذي مغرفة هريسة عربي، الهريسة اللي ما عندوش صغار ينجم يحط أكثر، هي فين تزيدها الهريسة العربي فين تزيد تبننها وتزيد تفوتها. بالنسبة لنا مغرفة تكفي خاطر الصغار باش ياكلوا منها. هاكا تشوفوا فيها قاعدة تقطر في الماء نتاعها، ديما نزل اللوها باش ما تبداش تغلي في الماء هذيك. بالنسبة للتقطيع هو مستحسن راهو تتقطع جويدة على الاخر. لهنا امي ما قطعتش جويدة برشا، قطعتها كيما تنجم هي، قطعتها مش جويدة ياسر، في الاخر كليناها وبنينا ولبس عليها. به الصلصة نتاعي الحمراء سيبون حضرت، والخبيزة ولات كيما الزبدة معناها طايبة زبدة، خلطتهم مع بعضهم. صبيتها الكل، ولهنا نخلط الصوص الخبيزة بالكدا بالكدا باش كل خبيزة تدخل فيها مطعم الصوص والفحات بالكدا. وبعد ما نخلطهم نعاود نذوق نشوف هي شي ناقصه ملح، هي شي ناقصه شويه تابل شويه كرويه، نزيدو نذوقو مش مشكله معناها. باهي لهنا حسيتها شايحه ما مزدتش حتى نكته ماء، وليت حطيت لها 2 كيسان ماء، نجم تحطوا كيس بركه، كل عائله كيفاش تحب معناها. جوست كثرت شويه في الصوص على خاطر الصغار يحبوا يشوفوها كالصوص الحمراء، يحبوش ياكلوا الحشيش وحده يعني، يحبوا يغطسوا في الصوص الحمراء ويعديوا معها الخبيزه. خلطها بالكدا بالكدا، زدتها زيت، حسيتها ناقصه زيت، راهي الخبيزه على قد ما تزيدها زيت على قد ما تقبل معناها ما ويبننها ويفوحها، خاصة زيت زيتونة ما نحبش نحط الكل من الأول، نحب في الأخر هكا يبدأ مازال نيك الزيت يجيني مطعم ومنفعته خير كي نخلي في الأخر كزيادة دي كنت 4 ساعة الأخرى يعجبني خير. ونحط شطار الكمية في أول التطيب وشطار الكمية في آخر التطيب. كهو لهنا خلطها نغطي عليها، خليتها كحكاية 1/4 ساعة كيكة أخرى، حكاية 1/4 ساعة 4 دراج باش تزيد تندمج مع بعضها معناها. كي ذقتها نلقاها ناقصة شوية ملح، كيما قلنا الملح نزيدو بشوية بشوية ونذوقو باش ما تجينيش مالحة من أول ضربة. وكهو خليتها 1/4 ساعة أخرى 4 دراج تيب سلة سلة في الأخر لين تيف عقلها.
وهذه توا الخبيزة حضرت، هكا الزيت ظهر فيها، الصوص الحمرا زيادة اللي نحب اللي لوجة عليها زيادة هاني ظاهرة لهنا. كما قلت الكمية الصوص راهي اختيارية، كل عائلة كيفاش تحب. عائلة متحبش بالصوص، جملة تحب يعني جوست خبيزة، عائلة تحب بالصوص، كل واحد كيفاش يحب. حطيت شوية المالح، بدر وأمي يحبوا المالح، حطيت لهم شوية خبز طابونة. ونودكم ونشهيكم بالحق بنينة 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 على الاخر الخبيزة من الأكلات الزمنية اللي ما ناكلوها مرة بعد قديش، خاطر مش كل ديما موجودة هي الخبيزة. نتفكر جدتي الله يرحمها كانت تطيبها وتخبيها في الكونجيلاتور كي تجي خالتي تاكلها، خاطر ما تنجمش معناها تحضر عليها في الأوقات الكل نتاع العام. وفيها بنة سبيسيال دونك لهنا ننصحكم جربوا الماكلات هذه القديمة، سهلة ما فيها حتى شيء، تفوحها شوية تابل وكروية تشوفوا البنة اللي فيها. والثوم راني في أول الفيديو حطيت اشترك بيت الثوم، وفي الاخر ما صورتوش، راني حطيت في ربع ساعة الاخرى، بنحبها ريحة الثوم نحبها تقعد لي للاخر، معناها ما نحبش تجيب من الاول وحدها، هيك علاش قسمت الشترك كيما الزيت بالضبط. هكا ديما نحب في الماكلة الثوم نحطه في الشتر نتاعو نحطه في الاخر باش تقعد لك الريحة الفيوحة والبنينة نتاعو. هذه هي وصفة اليوم، وصفة من قاع الخابية تفكرني بجدتي وبتطيبها. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، ما تنسونيش كل لايك المزيانة، ويعطيكم الصحة على تشجيعكم. وما بقى لي كان باش نقولكم الى اللقاء ودمتم بخير، بسلامة.